أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له خير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Oh!
الذين كذبوا بلقاء
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على صدق الله العظيم.